في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وأسفرت جهودها خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في شتى مجالات العمل الأمنية. ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 40,957 قضية تموينية متنوعة، من بينها 642 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 45,470 اسطوانة، وضبط 55 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت أكثر من 200,000 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 226 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت ما يزيد على 94 طن و 20,274 عبوة سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 39 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت حوالي 29 طن سلع مدعمة متنوعة، كما تم ضبط أكثر من 4,000 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت أكثر من 2,271 طن و 87,650 لتر سلع متنوعة. وفي مجال ضبط قضايا حجب السلع الاستراتيجية ومواد البناء، تم ضبط 309 قضية بمضبوطات بلغت أكثر من 2,259 طن سلع استراتيجية وأكثر من 5,852 طن مواد بناء، إضافة إلى ضبط 46 قضية في مجال بيع مواد البناء بأزيد من السعر بمضبوطات قرابة 562.5 طن. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 758,549 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق، تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 13,779 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 618 سائقا منهم، كما تم المرور على 1029 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 2839 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 32 حالة، كما تم فحص 2738 مركبة، تبين مخالفة 25 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 2087 سيارة و248 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 56,737 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 350,349 قضية ومخالفة بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 286,994,772 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 1048 قضية، من بينها 618 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت 2658 وحدة فنية متنوعة، وضبط 430 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت أكثر من 19,000 نسخة من كتب متداولة بتصريح منتهي ومطبوعات دراسية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 363 قضية بقيمة مالية بلغت 407,571,815 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 6,974 قضية بقيمة مالية بلغت ما يزيد على 9,519,586,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 16,004,232 جنيها.